اهلا بيكم في كايرو دار. هنكمل مع بعضنا امتحان السودان، وصلنا للسؤال الخامس. ماذا يحدث عنده؟ رقم واحد، تلف النخاع المستطيل. معروف ان النخاع المستطيل يسيطر على الحركات اللا اراديه في الجسم مثل التنفس ونبض الاوعيه الدمويه، وبالتالي تلف النخاع المستطيل هنا سيؤدي الى الوفاه من حيث المبدا ماذا يحدث، وبعدين اقول له ليه بتاعها. ليه بتاعها؟ لانه يحدث توقف للتنفس ونبضات الاوعيه الدمويه التي تعمل على ضخ الدم في الجسم، وبالتالي ما ينفعش اقول يؤدي للوفاه واسكت، لا مش هينفع ومش هتبقى اجابه كامله. الجزئيه الثانيه، غياب استجابه خلايا الجسم لهرمون الانسولين. ما هو مرض السكر يعني ايه؟ يعني يا هرمون انسولين قليل وبالتالي بيعمل على زياده سكر الدم، يا اما هرمون انسولين كتير بس الخلايا مش بتستجيب لهذا الانسولين، وبالتالي في هذه الحاله يؤدي الى مرض السكر، وبالتالي نقول انه يسبب مرض البول السكري. الجزئيه الثالثه، غياب مساعدات الانزيم NADH NAD positive من الميتوكوندريا. طب الناد بوزيتيف ده ماله؟ ده بيحدث له اختزال عن طريق الالكترونات والبروتون، يعني الناد بوزيتيف ده بياخد 2 الكترون واحد بروتون ويتحول لناد اتش فيحدث له اختزال. طب والناد اتش بعمل بايه؟ باجي على سلسله السيتوكروم واخد الالكترونات عاليه الطاقه التي تتحرك على السيتوكرومات من اعلى الى اسفل، وناخد الطاقه دي نحول بيها الاي دي بي الى اي تي بي في الفوسفورات الاكسوديه. طب لو مفيش ناد اتش في الميتوكوندريا يبقى مش هتتم عمليه دوره كريبس، وبالتالي مش هيحدث نقل الكترون، وبالتالي مش هتنتج الطاقه الهائله الناتجه عن تحويل الناد اتش الى اي تي بي، وبالتالي هنقول تلف النخاع المستطيل عمل ايه؟ ادى الى الوفاه. ونقول ليه؟ استجابه خلايا الجسم لهرمون الانسولين يعني يحصل مرض البول السكري. طيب الناد بوزيتيف دون لو حدث غياب ليه؟ انا في كل الحالات لما اقول غياب او تلف او عدم استجابه او مش عارف ايه كاني بقول وظيفه دون هنشيلها، فانا لازم ابقى عارف الوظيفه الاول وبعدين لو شلتها هيجرى ايه. السؤال التالي، غياب الحبيبات الطرفيه الموجوده عند اطراف بعض الصبغيات. كل كروموسوم ليه طرف هنا وطرف هنا، طرفين دول فيهم نهايات بتبقى مناطق غير مشفره. طب وظيفتها ايه؟ دي بيقولوا عليها دي ان ايه ساتلايت. ايه دي ان ايه ساتلايت او الحبيبات الطرفيه دي؟ دي بتحمي الدي ان ايه من التلف، لان لو حدث تاكل لجزء غير مشفر مش هيجرى حاجه، ما انا بحافظ على الدي ان ايه اهو. طيب يبقى معنى كده في حاله غياب الحبيبات الطرفيه يحدث تلف للدي ان ايه، وبالتالي هذا التلف يؤدي الى فقد اماكن مشفره بعد ذلك، او هذه الاماكن هي اماكن تحديد بدء الشفره، وبالتالي يحدث خلل في تركيب الدي ان ايه. السؤال التالي، في احدى التهجينات كان النسل الناتج ذات الطرز الجيني جي سمول ال سمول جي سمول ال سمول نسبته 50%. وضح على اسس وراثيه نوع الحاله الوراثيه التي يمثلها هذا التهجين. طبعا احنا قلنا قبل كده لما يبقى جي سمول جنبها ال مش جنبها جي، يبقى ده ارتباط تام، وطالما ارتباط تام وهيدي نسبه 50% ل 50% يبقى احنا ما عندناش غير يقول عليه تيست كروس او التلقيح الاختباري لفرض هجين في هذه الصفه المرتبطه، وبالتالي تبقى جي سمول ال سمول جي سمول ال سمول ديا مع فرد هجين يحمل الصفه او الصفتين السائدتين يبقى جي كابيتال ال كابيتال جي سمول ال سمول. بنعمل توزيع للعوامل، الجي سمول ال سمول جي سمول ال سمول هيدي جاميت واحد او نوع واحد من الجاميتات جي سمول ال سمول، الثاني هيدي نوعين من الجاميتات جي كابيتال ال كابيتال وجي سمول ال سمول، وما ينفعش يدي اربعه، يعني احنا لو كتبناها جي كابيتال جي سمول ال كابيتال ال سمول هيدي اربعه وده ما ينفعش، وبالتالي هيديني الناتج جي كابيتال ال كابيتال جي سمول ال سمول مع جي سمول ال سمول جي سمول ال سمول، وهتبقى بنسبه 1:1، ودي معروف ان دي نسبه التلقيح الاختباري لصفتين متضادتين ولكنهما مرتبطه على نفس الكروموسوم فتورثها كوحده واحد، عشان كده الفرد الهجين في الصفتين بيدي جامدتين مش بيدي اربعه زي الصفات التي توجد على كروموسومات مستقله. السؤال التالي، ده السؤال السادس والأخير، بيقول لي فسر ما يأتي. تعتمد حياة الحالق على وجود دعامة. هو الحالق ده دائما يبحث على دعامة،
ولما يبحث عن دعامة ويجدها يلتف حول الدعامة، لأنه عندما يلمس الحالق الدعامة يتحرك الأكسين في الجانب البعيد عن الدعامة فيزداد نمو هذا الجانب البعيد، فيلتف هذا الحالق حول الدعامة ليعمل على شد النبات لينمو رأسيا بجوار الدعامة. طيب إذا لم توجد دعامة هنا يزبل الحالق ويموت ويقوم النبات بتكوين حالق جديد. علشان كده حياة الحالق مرتبطة بوجود دعامة. إذا وجدت دعامة التف حولها وقصر طول الحالق وعمل على شد النبات لينمو رأسيا بجوار الدعامة يبقى دي وظيفته. طب ما فيش دعامة يزبل هذا الحالق وبالتالي تعتمد حياته على وجود دعامة. السؤال الثاني، تسمى فصيلة الدم O بالمعطي العام. هو الحقيقة عايزين نفتكر ان O يعني زيرو، يعني مفيش انتيجين، يعني مفيش مادة مولدة على هذه الصفة، وبالتالي العادي ان مفيش لصفات الدم الاخرى او فصائل الدم الاخرى لا تحتوي على اجسام مضادة لO، يعني مفيش حاجة اسمها antibody against nothing، يعني مفيش حاجة اسمها antibody against، مفيش الانتيجين اصلا اللي هيعمله مضاد، وبالتالي هذه الصفة تبقى معطي عام او فصيلة الدم او معطي عام، لاننا يمكن ان نعطي فصيلة الدم او لجميع الفصائل الاخرى، وطبعا يفضل ان احنا نقول او نيجاتيف عشان ما يبقاش عليها RH، وبالتالي لما نديها لجميع فصائل الدم الأخرى، لأن هذه الفصائل الأخرى لا تحتوي على أجسام مضادة لفصيلة الدم O، لأن ما فيش حاجة اسمها أجسام مضادة للO، لأن O يعني ما فيش، يعني زيرو، يعني nothing. لما تيجي موبايلك زيرو 100 بتقول O 1 دبل O، يعني O هنا يعني زيرو، يعني ما فيش. وبالتالي فصيلة الدم O مش معناها أن عندها أنتيجين O أو مادة مولدة O، لا، هي ما عندهاش مادة مولدة، يعني no، يعني عدم وجود مادة مولدة، وبالتالي مفيش مادة مضادة لهذه الأو أو لهذه النسنج. يعني السؤال التالي، كل مستقبل حسي يتأثر بنوع واحد من المؤثرات. المستقبل الحسي زي إيه؟ زي العين مثلا، الأذن، الأنف، الجلد وهكذا. العين بتتأثر بإيه؟ العين بتتأثر بالضوء فقط، لأن على شبكية العين توجد مستقبلات حسية تتأثر بنوع واحد من الطاقة وهي الطاقة الضوئية، وتستطيع هذه المستقبلات لهذا النوع الوحيد من الطاقة أن تحولها لسيال عصبي ينتقل عبر الحبل العصبي أو ينتقل حبل خلال الألياف الحسية حتى يصل إلى الجهاز العصبي المركزي. وبالتالي بنفس الطريقة لما أقول الأذن دي بتحس بطاقة واحدة اللي هي الطاقة الميكانيكية نتيجة لحركة الهواء في شكل تضغطات وتخلخلات نتيجة للصوت. وبالتالي كل مستقبل حسي عبارة عن نهايات حسية متخصصة للاستجابة لمنبه واحد أو مؤثر من نوع واحد، وبالتالي هذا التأثير من هذا النوع المعين بيمكن تحويله إلى هذه الطاقة إلى إشارة عصبية تنتقل إلى الجهاز العصبي المركزي. وبالتالي ما ينفعش شبكية العين تحس بالصوت، لا، مش هتحس بالصوت لأنها إيه؟ لأنها تتأثر بنوع واحد من الطاقة اللي هي الطاقة الضوئية فقط وهكذا. الجزئية الرابعة برضو علل، تعتبر جدر الحويصلات الهوائية أسطح تنفسية فعلية. الحويصلات الهوائية هي حويصلات رقيقة الجدر تحاط بعدد كبير جدا من الشعيرات الدموية، يبقى يحدث تبادل للغازات بين مين؟ بين الدم اللي موجود في الشعيرات الدموية وطبقة رقيقة من الماء تبطن الحويصلات الهوائية من الداخل، وبالتالي هذا الغشاء للحويصلات الهوائية هو السطح الفعلي للتنفس، وبالتالي بتعتبر هذه الحويصلات هي الجدر الفعلية التنفسية. رقم ب، جايب لنا رسمة موجودة برضو في كتاب النماذج، الرسمتين اللي جم في امتحان السودان الاثنين موجودين في كتاب النماذج. بيقول لي من الشكل المقابل أجب عن الأسئلة الآتية. رقم واحد، يقول لك اكتب اسم العملية التي يوضحها الشكل والعضو الذي تتم فيه. هو الحقيقة كتب لي هنا خلايا مبطنة للأنيببة المنوية، خلاص لما يقول لي كده لازم أعرف إن هذا العضو هو الخاصية في الإنسان. طيب لما اجي اشوف اللي بعدها، رقم الف وبيه وجيم ودال وه. رقم الف دي بنقول عليها امهات المني، وبعد كده نيجي نشوف به وجيم ودال وه، والحقيقه معروف ان هي دي الحيوانات المنويه، يبقى رقم دال طلائع منويه، رقم جيم خلايا منويه،
ثانويه رقم ب خلايا منويه اوليه. طيب يبقى نشوف الجزئيه الثانيه من السؤال. طبعا العمليه معروفه ان هي عمليه تكوين الحيوانات المنويه والعضو هو الخاصيه، دي عليها نص درجه. الجزئيه التاليه اذكر ارقام الخلايا التي تنتج من الانقسام الميتوزي والمايوزي وعدد الكروموسومات بداخل كل منها. دي ثلاث نقط عليهم درجه ونص، يعني كل نقطه عليها نص درجه. ارجع للرسم تاني، لما اجي اشوف رقم الف ده دي الخلايا المنويه الاميه او نقول عليها الخلايا المنويه. الخلايا المنويه ديت اصلا جايه منين؟ الخلايا ديت عددها 2 ان، وطالما 2 ان يبقى دي معناها ان دي ناتجه عن انقسام ميتوزي، وبالتالي الامهات المني اللي هي كانت رقم الف اللي هنرجع لها تاني دي رقم الف، امهات المني دي ناتجه عن الانقسام الميتوزي في عمليه التضاعف. اوكي، يبقى التضاعف ده كان ميتوزي وبالتالي بيزيد عدد الخلايا عشان يديني عدد كبير جدا من امهات المني. طب لما اجي الرقم ب، دي لازم يحدث نمو لامهات المني علشان يديني الخلايا المنويه الاوليه. يبقى رقم ب دي ناتجه عن نمو مش ناتجه عن انقسام، وبالتالي مش هنقول عليها حاجه. يبقى اللي كانت ناتجه عن الانقسام الميتوزي هي رقم الف بس، امهات المني بس. طيب لما اجي ج، ب هينقسم انقسام مايوزي اول علشان يديني يحول لي الخلايا المنويه الاوليه لخلايا منويه ثانويه. يبقى ج دي واحد ان فيها العدد النصفي للكروموسومات، يبقى رقم ج دي فيها 23 كروموسوم في كل الخلايا، لكن رقم الف دي 2 ان يعني 46 كروموسوم او 23 زوج عشان يبقى الكلام دقيق. لما اجي لرقم د، ج دي خلايا منويه اوليه ناتجه عن انقسام مايوزي اول، هتعمل انقسام مايوزي تاني هيديني دال، يبقى دال دي الخلايا المنويه الثانويه. يبقى اللي ناتج عن الخلايا المنويه عن انقسام المايوزي الخلايا المنويه الثانويه والطلائع المنويه رقم د. يبقى ب منويه اوليه ناتجه من نمو مالناش دعوه بيه، يبقى ج خلايا منويه ثانويه ودال طلائع منويه، ج ودال دول واحد ان يعني فيها 23 كروموسوم، وبالتالي دي ناتجه عن الانقسام المايوزي. رقم ه مش ناتج عن انقسام لان حدث تشكل بس لرقم د وما انقسمتش فتحولت الطلائع المنويه الى حيوانات منويه. يبقى علشان كده احنا هنلاقي ان اللي ناتج عن الانقسام الميتوزي هي امهات المني رقم الف، واللي ناتج عن الانقسام الميوزي رقم ج الخلايا المنويه الثانويه والطلائع المنويه كل منهم ان يعني 23 كروموسوم. ما ينفعش بقى اجي اقول ان الحيوانات المنويه ناتجه عن انقسام مايوزي، لا هو مديك مراحل، وبالتالي في المراحل دي حتى هو هنا مدي درجه ونص. درجه ونص يعني ايه؟ يعني اللي انت هتقولهم الثلاث نقط دول كل واحده عليها نص درجه. السؤال التالي، وضح كيفيه الحصول على انزيم التريبسين. يعني تركيب السؤال كده مش جامده، لكن على اي الاحوال التريبسين هو الانزيم النشط. يبقى علشان نجيب تريبسين يبقى اللي عمل على اضافه الانزيم المساعد الانتيروكاينيز الى التريبسينوجين غير النشط، فينشط التريبسينوجين فيتكون التريبسين. ومعروف ان التريبسين هو انزيم يعمل على تحويل البروتين الى سلاسل عديد البيبتايد. يبقى هو عايز بس ازاي احصل عليه؟ نحط انتيروكاينيز على التريبسينوجين فينشط التريبسينوجين ويتحول الى التريبسين. التوائم المتأخية، التوائم المتأخية دي بتنتج عن ايه؟ بتنتج عن اخصاب بويضتين بحيوانين منويين مختلفين، وبالتالي يبقى نحضر بويضتين ونخصب كل منهما بحيوان منوي مستقل، ولكن البويضتين من نفس الام، وبالتالي لما نخصب بويضتين مختلفتين من نفس الام بحيوانين منويين من الاب، في الحالة دي هيتكون اتنين زيجوت ينمو كل منهما لتكوين جنين، وكل منهما يكون اخ للاخر، وبالتالي بنقول عليها توائم متأخية. يبقى دي الجزئية رقم جيم الف وب. طب تاني نقطة في الرقم جيم، اذكر اهمية واحدة لكل مما يأتي. دول نقطتين كل واحدة عليها درجة. عضلة الحجاب الحاجز، الحقيقة الحجاب الحاجز العادي بتاعه ان هو بيبقى مقعر الى اعلى بهذا الشكل.
طب يبقى عضلة الحجاب الحاجز دي العضلة الرئيسية في التنفس، وبالتالي عند الشهيق تنقبض عضلة الحجاب الحاجز إلى أسفل، ولما تنقبض إلى أسفل يعمل على اتساع تجويف الصدر فيقل الضغط داخل الرئتين فيمر الهواء إلى داخل الرئتين، يعني هيصبح الضغط الجوي اللي برة أعلى من الضغط اللي جوه الرئتين، وبالتالي هيدخل الهواء إلى الرئتين لأنه هيتحرك من ضغط عالي لضغط منخفض. ولكن عند الزفير تنبسط عضلة الحجاب الحاجز فتتحرك إلى أعلى، طبعا في نفس الوقت بيحدث انبساط للعضلات بين الضلوع، وبالتالي يتحرك القفص الصدري إلى أسفل وإلى الداخل، يبقى كده هيزداد الضغط داخل الرئتين وبالتالي يعمل على خروج الهواء من داخل الرئتين إلى الخارج. يبقى عضلة الحجاب الحاجز العضلة الرئيسية في الزفير والشهيق أو اللي بنقول عليها في ميكانيكية التنفس. خلايا ألفا، الحقيقة خلايا ألفا دي جزء من مجموعة من الخلايا المنتشرة في البنكرياس بما يعرف بجزر لانجرهانس. يبقى جزر لانجرهانس مجموعة من الخلايا، جزء منها اسمها ألفا والجزء الأكثر اسمه خلايا بيتا. خلايا بيتا كل الناس تعرف انها بتفرز هرمون الانسولين الذي يعمل على تحفيز الكبد لتحويل الجلوكوز الى جلايكوجين، ويحفز الخلايا لحرق الجلوكوز لانتاج كميات من الطاقه. لكن خلايا الفا بتفرز هرمون اسمه الجلوكاجون. هرمون الجلوكاجون ده عباره عن هرمون يعمل على تحويل جلايكوجين الكبد الى جلوكوز، علشان كده بيقولوا عليه هرمون الصيام. لما نصوم او نجوع او الجلوكوز يقل يبدا هذا الجلوكاجون بيفرز، وبالتالي يفرز من الفا التي توجد في جزر لانجرهانس في البنكرياس ويمر في الدم حتى يصل الى الكبد فيحفز خلايا الكبد لتحويل جلايكوجين الكبد الى جلوكوز فيعمل على زياده تركيز الجلوكوز في الدم. الحقيقة دي كانت آخر جزئية معنا في امتحان السودان 2013. يا رب نكون غطينا لكم أكبر جزء ممكن وتعرضنا لنقط. طبعا امتحان السودان ما هوش مقياس طبعا أبدا للامتحان اللي هنمتحنه 2013، مش بالضرورة الامتحان ده كان فيه مش عارف ايه بقى ما هيجي لنا ايه، لكن احنا بنقوله على اساس ان ده يعني اخر امتحان 2013 قبل الامتحان اللي انت بتمتحنه، وبالتالي يعني ما فيش مقياس، في ميستيكس كتيرة في الامتحان، وبالتالي امتحان 2013 مصر انا بعتقد انه ما بيبقاش فيه اخطاء بالشكل الكتير اللي احنا شايفينه في امتحان السودان. عموما ده كان اخر جزء معنا النهاردة، وشكرا لكم والى اللقاء.